أهلا بكم، مساء الخير. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أخيرا أعلن عن قوائم مرشحيه للائحتين الوطنية واللائحة الجهوية في نواكشوط، إلا أن الجديد الغير منتظر في هذا الموضوع هو استبعاد الحزب بعض ركائزه في المرحلة، فهل انتهى دور تلك القيادات وباتوا أوراقا محترقة، أم أن الوضع الراهن للحزب يستدعي من الجميع التضحية بأي ثمن، أم هو اختبار للولاءات؟ معي هنا القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ خليل وللطيب، أهلا بكم فيما بعد في أبعاد الخبر. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء الخير. طيب بداية، كيف تقرؤون الارتجالية الحاصلة في قرارات الحزبية للحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حيث أنه مر انشر القوائم السابقة لوائح المرشحين للنيابيات في الدوائر الداخلية على موقعه وبعدين رجع واسحبها، والآن حتى الآن ما فات إفراج عنها، كيف تقرؤون هذا المشهد؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا ماني متوافق معك على مصطلح الارتجال، بالعكس الحزب كأي حزب، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، شكل لجان مختصة كلفها بعملية فرز قوائم مترشحي النيابيات والبلديات والجويات على امتداد شهر وزيادة، وهذا التحضير مر بمرحلتين يتطلبهم الموقف والمقام. المرحلة الأولى تتعلق بالبلديات والمجالس الجهوية، بالتالي الفترة الزمنية لهم معروفة، وبالتالي تم إيداع لوائح الحزب البلدية والجهوية في الأماكن المحددة في المقاطعات وفي عواصم الولايات، بينما الفترة الزمنية للنيابيات أيضا تختلف عن الفترة الأولى، وهي أيضا من شقين، شق يتعلق ب اختيار النواب على مستوى المقاطعات وعواصم الولايات، وهذا بطبيعة الحال نتيجة العامل الجغرافي وعامل الوقت وعامل البعد تم الإعلان عنهم وتم إيداعهم، بالتالي مسألتهم ما تات مطروحة ولا تات محل نقاش، لأن كل نائب وكل نواب عرف اين مكان ترشحه وانطرحوا لوائحهم، بالتالي انطوا ملفهم. اللوائح الوطنيه هي ايضا بما ان عندها اليتها، اليه الاختيار واليه الفرز، عندهم منهجيه خاصه، وهذا لا ينطبق على فقط على حزب الاتحاد الجمهوري، على جميع الاحزاب الوطنيه. لوائح الوطنيه لم يفرج عنها الا العادل البارح والله اليوم، احنا بدورنا تم الاعلان عن نوائحنا الوطنيه واللائحه الجويه لنواكشوط، وبالتالي هذا اجراء طبيعي ومسار طبيعي وبعيد كل البعد من الارتجال. طيب جميل، في هذه اللوائح تم استبعاد من عرفوا في وقت سابق بالكتيبة البرلمانية، وهي قيادات برلمانية دفعت عن هذا النظام في حقبة شديدة جدا، خاصة مرحلة الرئيس الأسبق سيدي محمد والشيخ عبد الله من أمثال سيدي محمد والمحمد الأستاذ سيدي محمد والمحام وكذلك والبابانة. هل وضع النظام أو الحزب المسار نقطة نهاية لهذه الكتيبة البرلمانية؟ أولا هذا مصطلح الكتيبة البرلمانية مصطلح عنده شحنته السلبية، وهي مصطلحات تجاذبات المحلية، وبالتالي ما متحفظ عليه. فيما يتعلق بسؤالك عن الأستاذ الرئيس سيد محمد بن محمد والأخ محمد والبابانة، نختير نفصل ان الاستاذ محمد والبابانة اعلن عدم ترشحه، واعلن انه رغم الحاح مقاطعه باركي عليه بالترشح هو رفض، بالتالي مساله طبيعيه هذه ارادته هو. بالنسبه للاستاذ سيد محمد المحام، سيد محمد المحام يختلف الان 2018 و 2017 عن سيد محمد بن محام 2013. استاذ سيد محمد المحام اسمع، جميع القيادات جميع الاحزاب رشحوا رؤسائها في قياده لوائح. انت طرحت سؤال وانا لن اجاوبك انطلاقا من قناعتي ووجهه نظري. نعم. الاخ سيدي محمد هو يقود حزب من اكبر الاحزاب، الحزب الحاكم، وهو يتربع على قياده هذا الحزب، وبالتالي لو كان يريد الترشح او والله نحن نريد له ان يترشح لترشح، لكنه منصبه اسماء من يتضمن لائحه
لائحة وطنية أو غيرها، هذا ما هو ما هو ما هو لزوم ولا هو إلزام، وبالتالي هذا إرادة المحيطين به، وبالتالي هو قائدنا وهو رمزنا وهو اللي يقود هذا الحزب، وبالتالي طيب ليس من الوارد على الإطلاق أنه يلزم بنعود بالترشح كباقي الأحزاب. طيب كيف تفسرون أنتم الأستاذ الخليل ولا الطيب بجلالة قدره ومكانته في الحزب أن يكون في آخر اللائحة، يعني رقم 17، أليس هذا كافيا لأن يعذر رواد منصات التواصل الاجتماعي في منشوراتهم التي تصب كلها في إطار واحد، وهو أن الاتحاد من أجل الجمهورية استغنى عن خدمات أغلبيته الرئاسية؟ شوف، هذه التواصل الاجتماعي وما يصدر فيه وما يقال فيه هذا كلام يلزم الله أصحابه، ولا السياسي دوره ما يقدر ينتهى ولا يقدر ينهى. وأنا بعد بالذات اللي سألت عن موضوعي، أنا من فئة من السياسيين تؤمن بأن المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريف، وأن المناضل الحقيقي والسياسي الحقيقي هو ذاك اللي يبتعد عن المسؤوليات، هو اللي يضحي ويعود في مقدمة المضحين ويعود في مؤخرة المستفيدين. شخصيا عبرت لقيادة الحزب ممثلة في الأخ الرئيس سيد محمد المحام عن عدم رغبتي في التأهيل للترشيح من جديد، وهذا أسلوبي قد لا يستسيغه البعض والله ما، لكنه هو الواقع. وبالتالي اعتبر على انه وجود رقم 17 في اللائحه هو وسام شرف لي، وهو تاكيد على الثقه، العكس تماما مما تقوله وما يقوله البعض، هو 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 درجه من الثقه في وفي غيري من زملائي. مثلا كان من الاولى البروفيسور سيد احمد المقيا آخر بالضبط البروفيسور سيد احمد المقيا رقم 16 في هذه اللائحه، معروف علينا رقم 16 و17 انه ما يهم لا ينجح ولا هو مجور ياك ينجح يا غير مجور تقلاض الفتله. والله ما هو تقلاض الفتله، انه توف نوع من اضفاء، ليش ما تقول نوع من تطريز والله اللايحة. من تحفال اللائحه. يعني انتم الخليل الطيب راضون تماما بكل عن, عن, عن بكل عن تاكيد، وهذا قلته في مقال اصدر في المواقع في هذا المساء ويمكن الاطلاع عليه. اذا نحن كحزب لنا رؤيتنا ولنا فلسفة، ومن باب الانصاف ومن باب الموضوعيه ومن مقتضيات الديمقراطيه الحزبيه هو توزيع المسؤوليات على المناضلين. احنا قبضنا مأموريتنا نفسح المجال لاخرين، وبالتالي هذه ما هي نهايه الدنيا، والمسؤوليات ما الا نائب الى منا يبقي الوظائف ومنا يبقي المسؤوليات. اذا النظر لها من هذه الزاويه انا نعتبره على انه خاطئ وقاصر، ومن يفهمون ومن يطرحوا هذا الطرح البعض ما عندهم حس سياسي. اعلن ديران الاستاذ خليل ولا الطيب في المؤخره يعني لا نوع من قولان ما على باس، نحن متوادعين، البعض يقرا هذه القراءه. احنا من هو اللي يقولوا شوف يعني عاد الحزب ما خارج الحزب قد يستغنى عن حدث ومنهم مهم ولا مهم، انا قاعد لا عارف قدري ونازل عنده يا غير قاعد هذا المنطق منطق من ما فهم جهه تقدر تقول انا مستغني عن حد، والخليل بعد ولا الطيب هو اللي ركزت عليه، انا مناضل وانا هو اللي ننهي دوري وانا هو اللي نحدد دوري في الخريطه السياسيه، ونعتبر على ان الاحزاب تقوم على اساس الانضباط وعلى اساس الانتماء لها والالتزام ببرامجها وبقراراتها. وبالتالي انا بعد شخصيا ونعتبر على انه ما هو موقفي الوحيد، ان الناس كامله المناضلين اللي عندهم الحس وعندهم الفهم انهم راضيين، وبالتالي هي مناصب والله مواقع محدوده، اهلت مواقع اربعه خمسه ولا قد عودوا فيها الموريتانيين كاملين، الحزب وقيادته هي الجهه المخوله اجتهدت اصابت او اخطات، وانا اعتبر انها اصابت لان ذلي واهله لا خيره المناضلين فيهم نواب وفيهم مسؤولين سابقين، وبالتالي اراعى فيهم التمثيل بانواعه الجهوي والمناطقي والشرائحي والعمري، وهذا مساله اللي نتخرص لوائح الاحزاب لا يحزن لا كيفتنا. طيب واحنا بعد اجتهدنا ونعتبر على ان زجينا بخيره مناضلينا اللي نأمل منهم على انهم يكسبوا لنا الرهان ويحققوا لنا الاغلبيه اللي ندوروا، ونعتبر على ان وقناعتي راسخه على ان ندور نحققوها. طيب قناعتك راسخه، لكن الحزب ترشحاته في هذه اللوائح
خلى واحدين يمرقوا مغاضبين له، كانوا يشوفوا على القرارات اللي قبل في الشخصيات اللي رشح عليها ما كانت مثلا تتناسق سياسيا ولا اجتماعيا مع الولايات. بعد ذلك اصدر الحزب تعميم بشان على انه اللي يمرق من الحزب، والله اللي يترشح من الحزب ما هو حزبه، على انه يعتبر على انه مفصول. هل هذا النوع من القرارات اللي اتخذ حزب الاتحاد من الجمهوريه هل هو ديمقراطي في حد ذاته؟ على انك مثلا تقبض لي العصا على اني انا فرض علي انت معك حتى ولو لعت ذا المعدل، انا اشوف على انه قاع ما هو صالح. شوف هذا اللي قلت لك، الالتزام والانضباط ما مصشوب عنه، وهو القائم من اجل الاحزاب. انت وانا وغيرنا عندنا الحق في الطموح، وعلى اننا نبحث ونسعى وعلى اننا نرشح الى خلقت هي المطلوبه، الى ما خلقت هذا نلتزم، الى نعود يجمعنا ويربطنا، الا انك ترشحني نعود معك، ما ترشحني ما نعود معك. هذا النوع من الناس وهذه الفئه من الناس وهذا الصف من الناس لا يعول عليه، وخير قاعد يمشي عنك في الوقت. لكن الحزب الاركاتي دوبر عدل قربله اللي جمعته ما بعد 2019. شوف اي حزب، هذا حزب الاحزاب ناشئه، واي حزب لابد له من فرز، وانا اعتبر ان هاي الانتخابات ان الله تعطينا فرصه للفرز الحقيقي، لان الاحزاب تقوم الا على اساس النخبه، وتقوم الا على اساس المناضلين الحقيقيين، وتقوم الا على اساس اصحاب الكفاءات واصحاب الرؤيه الوطنيه اللي يبتعدوا عن المسائل الانانيه والحسابات الضيقه، وحزبنا بالضبط بحاجه الى ذلك. وبالتالي نعتبر ان هذا الاجراء والتعميم اللي اصدر مؤخرا نحن بحاجه اليه ونطالب تطبيقه، لان ياك بعد قاع يعود عندنا معيار، يعود عندنا ميزان نوزنوا به من معانا ومن ما هو معانا. احنا ما قد نعود كبت بيكم لا وقت الغنيمه، احنا كاملين في ولين يتريخ وقت الجد ووقت النضال ووقت المواقف المطلوبه يتفرق من حولك، خير الصقاع يتفرق معك. وبالتالي اخمس ارواقيش 10 ارواقيش مقتنعين بفكره اخير من الف رقاش، ما هم مقتنعين بشيء ولا هم مؤمنين بشيء. بالتالي لا، انا اعتبر على ان هذا الحزب انه الناس غالطه، عدل على انه لا حزب المنافع والمصالح، فيه نخب وفيه النخبه، وان الوقت على انها تقبل ما وقعها، وانا اعتبر على ان امامنا مؤتمر وطني، وعلى ان حزبنا يدور يستفيد يعني من استجابه. خليل الطيب، لا تعتقد بان القرارات التي اتخذها الاتحاد من اجل الجمهوريه تجاهكم وتجاه الخير في قضيه اللوائح والترشحات على انها نوع من اثبات على انكم ان صح التعبير ورقات تم حرقها؟ اولا انا ماني ورقه. انا ماني ورقه ولا قد حد يحرقني ولا قد نحترق، انا احرق لا راسي يضير اللي يحترق ويحرق، ذاك اللي سلوكه هو اللي يحرقه. وانا اعتبر على الناس اللي ما هي منضبطه والناس اللي ما هي ملتزمه والناس اللي ما عنده رؤيه وطنيه هي اللي اوراق وتحترق وحارقه قاع روسها. وبالتالي الحزب ما قد يحرق احد، الحزب يبحث عن الناس ويجمع ولا يفرق، وقيادته قياده حكيمه، والشخص اللي يقوده الاخ سيد محمد المحم شخص كاريزمي وقيادي وبرهن على جديته وعلى ثباته وعلى قدرته على توجيه الامور بالاتجاه الصحيح. صحيح هذا عمل انساني تتخلله اخطاء، وانا اعتبر ان العمليه الاخيره اللي يقدم عليها الحزب تصحيح بعض اللوائح وبعضها انها داخله في هذا الاطار، بالتالي هذا عمل انساني. وبالتالي احنا حزبنا من اهم الاحزاب، وحزب سيكسب الرهان، وحزب اللي هو مشروع مجتمعي الموريتانيين معاه، لانه متبني برنامج الاخ الرئيس محمد عبد العزيز، وامري كبير فعلا نخبه الوطنيه الواعيه انها الدور تكسب الرهان، وانها نازله قررت انها تنزل للميدان في القرى وفي الريف وفي المدن، دفاعا عن برامج الانتخابيه، دعما لمرشحيه، وعلى ان هؤلاء المرشحين اللي دفعنا بهم على انهم يدوروا فوزوا، لانهم افرزتهم قواعدهم ومحيطهم الاجتماعي ومناطقهم، وبالتالي هم اهلا للمسؤوليه، ونعتبر على ان قدمنا خيرة اللي عندنا، وهذا اجتهاد منا وراجلنا نكسب الرهان، وامل كبير وثقتي كبيره في المجتمع الموريتاني وفي الشعب الموريتاني انه ما هو لا يخذلنا، وعلى ان ندور الحق والنصر، وانتهزوا فرصه لاني نشكر جميع الاحزاب السياسيه اللي شاركت واللي عرفت اخطائها وعرفت على ان المقاطعه ما هي حل وعلى انه موقف خطا، وشاكر النظام الوطني اللي اخلق مناخ وجو من الحريه ومن الوئام، ووفر الامن اللي يسمح للفاعلين السياسيين بالمشاركه، وهذا هو هدف الاحزاب، وهذا هو فلسفتنا في الحزب، وهذا هو توجهنا. وبالتالي نحن راضون ونعتبر على المرشحين من نجاق وفصاله مرشحين، وندور ندافع عنهم وندور نشحوهم وندور نشحو. بهذه الكلمات نختم معكم حوارنا الليلة في برنامج قناة الوطنية أبعاد الخبر. هذه تحياتي
وباسمكم أشكر ضيفي الأستاذ الخليل ولا الطيب وأيضا مهندس الصوت وكذلك المخرج. هذه تحية شيخ المدولي من إشارة، في أمان الله.